السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. جسامة الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية والإسلامية بل العالم بأسره في السنين الأخيرة وغزارة هذه الأحداث، كل ذلك استحضر موضوع الفتن على ألسنة الناس، وأخذت تنزيلات النصوص الشرعية على فتن آخر الزمان حيزا مهما على جميع الأصعدة. كيف ينبغي فهم الأحداث الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم من منظور الشريعة؟ وكيف يمكن تنزيل نصوص الفتن على وقائع اليوم؟ وما الحكمة من الإخبار عن الفتن؟ وأي موقف ينبغي للمسلم أن يتخذه فهما وممارسة حيال الفتن؟ هذه بعض من أسئلة هذه الحلقة التي تأتيكم تفاصيلها بعد هنيها. يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة عبر سكايب من الدوحة بالأستاذ أحمد دعدوش، الباحث الإسلامي والمشرف على موقع السبيل. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله أخي الكريم. أستاذ أحمد، حديث الفتن وخصوصا في السنين الأخيرة بات وجبة يعني شبه دائمة على موائد الحوار والجلسات في المنطقة العربية وربما في العالم الإسلامي بأسره، يعني وربما نظر لهذه القضية من ليس أهلا لها من عوام الناس، وربما يعني ليس له أي دراية بخلفيات هذا الموضوع الحساس والدقيق. سؤال هو يعني كيف يعني لزاما بداية في بداية هذه الحلقة لزاما علينا ربما أن نحدد مفهوم الفتنة في ضوء الشريعة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخي الكريم، يعني كما تفضلت، نحن أصلا الآن في زمن فتن، والفتن لم تنتهي منذ وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منذ عصر السلف، ما بالك بما نحن فيه الآن. والفتن والمشاكل تزداد يوما بعد يوم، هذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من مبشرات النبوة أصلا. فنحن الآن أيضا نعيش فتن متضاعفة جيلا بعد جيل، فمن الطبيعي أيضا مع انتشار مواقع التواصل، مع انتشار هذه الديمقراطية بين قوسين في المعلومات، وأيضا من علامات آخر الزمان أن ينطق الرويبضة وأن يقبض العلم وأن يتصدر من ليس بأهل العلم، فهذا طبيعي إذن أن تجد الكثير من الناس غير المؤهلين يتحدثون في الفتن. ويشجعهم على ذلك كما قلنا أولا أن سهولة وصول المعلومة للناس صار أسهل بكثير مما قبل، سهولة الوصول للآخرين ممن ليس لديه علم وغير مؤهل هو أيضا أسهل بكثير مما قبل، وكثرة الفتن التي نعيش فيها، ونحن للأسف تقريبا منذ قرن لم تعد لدينا حتى يعني حتى الخلافة الشكلية التي كانت موجودة قبل قرن على الأقل، على الأقل يعني كان لدينا الملك الجبري أو عفوا الملك العام الذي استمر منذ أيام الأمويين إلى نهاية العصر العثماني. نحن الآن نعيش العصر الجبري، نعيش أسوأ مراحل التاريخ التي سيكون بعدها إن شاء الله عودة الخلافة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الطبيعي جدا في هذه الظروف أن تكثر الفتن وتكثر التأويلات أيضا الصحيحة والخاطئة. الآن نعم. معايير أو ضوابط. نعم، صوتك واضح، يحصل احيانا تقطع بسيط لكن الان الصوت واضح، وهذا يعني ادخلتنا يعني عملت اجريت مقدمه وسبرت الموقف بشكل جيد، لكن ماذا عن مفهوم الفتنه الشرعي في ضوء الشريعه ونصوصها؟ اولا المعنى الفتنه بالمعنى اللغوي معناها الاختبار او الابتلاء او الامتحان، معاني اخرى الاحراق وغيرها يومهم على الناس، لكن الفتنه بمعناها اللغوي الأصلي هو اختبار الشيء وامتحانه، ونحن نعرف أن الحياة كلها ابتلاء، فنحن لم ننزل على هذه الأرض إلا للفتنة، ولكن هذه الفتنة كما قلنا تتضاعف، والنبي عليه الصلاة والسلام وعد بأن هذه الفتن ستزيد يوما بعد يوم. المشكلة الآن التي نعيش فيها اليوم أننا لم نعد قادرين على تحديد إلى أي مدى يمكن أن نتعامل مع هذه الفتن بشكل سليم أو صحيح. هناك مشكلة التأويل أولا، التأويل نفسه فيه الكثير من السعة، ومشكلة كما قلنا رفع العلم، وأننا لم نصل إلى مرحلة الرفع النهائي للعلم والحمد لله، فما زال هناك علماء كثيرين، لكن الانفتاح على تأويلات على يعني أستاذ أحمد لو أذنت لي مشكلة الموضوع. أيضا تكاثر الأفكار وتكاثر الفتن واحدة بعد هذا الانفتاح أيضا يفتح الباب للمزيد من المشاكل. نعم طيب. الآن كيف نحاول، طبعا إذا كنا سنتحدث عن تأصيل الشرعي فهذا يحتاج إلى الكثير من الوقت،
لكن يعني واحدة تلو الأخرى نتحدث عن كيف نؤصل شرعيا مشكلة ضبط هذه الفتن. أولا يجب أن نؤول نجب أن نعتمد الصحيح حسرا. طيب استاذ احمد، يعني حتى لا نقفز على المحاور، يعني هذا الموضوع ربما بعد الفاصل سنبحثه، ضوابط التعامل مع الفتن وكيفيه تنزيلها على احداث الواقع، لكن انت اتيت سريعا على قضيه ان الفتنه هي تعني الاختبار. كل فتنه او كل حدث يحصل في تاريخ الاسلامي او في العالم مرده الاختبار؟ يعني مثلا نحن شاهدنا حرائق الامازون وهو قاره بعيده جدا، فهل هذا يدخل في موضوع الاختبار في تحديد في ضبط مفهوم الفتنه؟ يعني هذا أيضا يخضع لمفهومنا للفتنة نفسها، هل هي فتن آخر الزمان تحديدا التي منها أيضا كثرة الزلازل، أم هي فتنة فقط للمسلمين لاختبارهم هم كأمة، من يعني كأمة الاستجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الموضوع يعني لا نريد أن نوسع بهذه الدرجة، فكل ما يحدث من ابتلاءات ومن محن فنقيسه على فتن آخر الزمان. يعني الفتن نفسها لها عدة تعريفات كما قلنا وعدة تفسيرات وتأويلات. هناك فتن تخص ابتلاءات المسلمين فقط وما يخص قتل المسلمين بعضهم لبعض، وهذه نفصلها عن الملاحم التي تكون مع الآخرين مع الكفار، وهي فتح القسطنطينية ومعركة الروم في آخر الزمان وغيرها. الفتن التي نخصها الآن هي فتنة القتل بين المسلمين، هذه التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فورا بعد من أيام الجمل وصفين وما جاء طيب بعدها للأسف. هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، يعني المظاهر لو سمحت لي، يعني مظاهر الفتن في التاريخ الإسلامي متى بدأت وكيف إرهاصات تشكلها؟ يعني كما تذكر في مع بداية وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بداية عصر ما بعد الوفاة فورا بدأت أول مشكلة، والحمد لله أنها قضيت بشكل صحيح لما اجتمع الأنصار في السقيفة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد دفن بعد، فاجتمعوا لترشيح من يكون رئيسا، لأنهم كانوا يعني في بالهم أنهم هم أهل المدينة وهم الذين سيقودون الأمة لاحقا. لكن فورا جاء أبو بكر وعمر وقالوا يجب أن تبقى في قريش، والحمد لله أن الله وقى الأمة شر هذه الفتنة، فأجمعوا على مبايعة أبو بكر ثم عمر. وبعدها، وهذه أيضا نقطة مهمة، لما سأل عمر جلوسه أيام خلافته وقال حدثوني عن الفتن، فقال حذيفة الذي كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم، فقال حتى لا أطيل في آخرها، قال حدثني عن التي تموج كموج البحر، فقال لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا لا يفتح. فقال يكسر أم يفتح؟ فقال بل يكسر. فبعد وفاة النبي، بعد وفاة عمر رضي الله عنه، كانت بداية الفتن التي كما نعرفها الآن، فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، المعركة التي صارت أو حتى المناوشات في البداية والتي خرج فيها طلحة والزبير للمطالبة وعائشة رضي الله عنها للمطالبة بدم عثمان، ثم المعارك التي صارت وقتل الصحابة بعضها في طيب. صفين والجمل. طيب فهذه بداية، تفضل. نعم، ممكن نقول هذه كانت بداية الفتن التي هي قتل المسلمين بعضهم لبعض. لكن أنت سؤالك كان في البداية حضرتك أنه هل ممكن أن نفسر أي حريق يحدث اليوم، أي مشكلة ممكن تكون كارثة حتى كونية طبيعية؟ نعم، يعني ممكن نفسرها بمعنى الابتلاء، وهذا قد يحدث لكل الناس، وقد نفسرها مع كثرة الزلازل، أن هذه فعلا من علامات آخر الزمان. لكن إذا كنا نأخذ مصطلح الفتن اللي هو بمعنى قتل المسلمين بعضهم لبعض، فهو ما حدث من أيام مقتل عثمان رضي الله عنه إلى هذا اليوم. طبعاً واليوم يتضاعف كما ترى، ما زال المسلمون يقتلون طبعا. وأنا معك في هذه الحلقة أحاول أن أوسع مفهوم الفتن أستاذ أحمد، بحيث يشمل الزلازل والحرائق، لأن اليوم نستيقظ على زلزال ثم ننام على زلزال آخر، سواء كان في هذا البلد أو ذاك، في العالم كله. لو حاولنا أن نوسع قليلا، ويمكنك التركيز على ما تشاء في هذه القضية، ذكرت موضوع أن الفتن ظهرت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بدأ بموضوع تنصيب الخليفة الراشد بدءا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السؤال هو كيف تعامل السلف مع هذه القضية، قضية الفتن؟ وأعطيك مثالا، عندما وقعت هزة في المدينة المنورة في أيام خلافة عمر، قال إذا حدثت مرة أخرى لا أجالسكم في هذه المدينة أو في هذا المكان لذنب أحدثتموه، أو كما قال رضي الله عنه. يعني هذا يمكن أن ننطلق منه في كيفية فهم السلف للفتن وتعاملهم معها عمليا وعلميا. صدقت بخير. بهذا المعنى نحن نتحدث هنا عن الابتلاء بمعناه الواسع، كل ما هو مصيبة أو ابتلاء أو محنة هو بمعنى فتنة فعلا، بمعنى اختبار الإنسان سيصبر أو لا يصبر. وهذه كما قلنا هي معنى الحياة كلها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء قد يكون أيضا بالنعم نفسها، وعجبا لأمر المؤمن، يعني إذا كان أصيب بنعمة أو أصيب بمحنة
فعلى الأولى يشكر وعلى الثانية يصبر، هذا كله ابتلاء. فمعنى المحنة والابتلاء والفتنة هنا هو كل شيء في هذه الحياة بما فيها من نعم ورخائب. وحتى يعني أزيدك أن في الحديث عند هو ليس صحيحا 100% لكن صححه الألباني والذهبي وبعضهم ضعفوا حديث فتنة الفتر الثلاثة في آخر الزمان، واختلفوا في متى يعني تدقيق موعدها، والأرجحية يعني في آخر الزمان قد تكون بعد أو قبل خروج المهدي، وفي آخر الخلافة الراشدة التي ستأتي لاحقا الخلافة التي عاد تكون على منهج النبوة، فتنة الدهيمة، فتنة الأحلاس أولا ثم السراء ثم الدهيمة. فلاحظ التي تكون في الوسط هي السراء، يعني تكون في البداية أحلاس تكون فيها هرب وحرب، يعني الناس يفرون من بعضهم، وحرب يكون فيها نهب وسلب وإلى آخره، ثم يأتي السراء وهذه سماها فتنة. فحتى السراء التي تأتي بعد حالة من الشدة، فترة الرخاء بحد ذاتها فتنة، ويفتنون فيها بمعنى أنهم لا يصبرون عليها، يتنعمون فيها. ثم تأتي بعدها فتنة الدهيمة التي لا تدع بيتا إلا دخلته ولا تدع أحدا إلا ضربته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكما تفضلت كل ما يخص يعني كل ما يتعلق في حياتنا اليومية من نعم ومن شدائد ومن رخاء وسراء وبراء كله يمكن أن تدخله بمعنى الفتنة. طيب، قد يسأل سائل متابع لهذه الحلقة أو بشكل عام، يعني ما الحكمة من إخبار الشريعة عن الفتن في آخر الزمان؟ هل ثمة حكمة واضحة من هذا الأمر؟ نعم، طبعا هناك عدة حكم ممكن أن نقتبسها وتحدث عنها الفقهاء والعلماء، منها مثلا أنها من مبشرات النبوة، من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نراها منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حدثهم عن بعض من سيقتل قتلا، وهذا كله حدث. حتى مثلا قال للزبير بحضرة علي رضي الله عنه ستقاتله وأنك لظالم، وهذا حدث. وحتى الزبير نسي ذلك وعلي رضي الله عنه ذكره بها عندما التقت الجموع، فتراجع الزبير رضي الله عنه. وتحدث أيضا عن الفتنة التي تعرضت لها عائشة، أيكم تنبحها كلاب الحوأب. الكثير من هذه الفتن كان يحدث بعض أصحابه عنها، حدث مثلا عثمان أنه سيقتل، وحدث الكثيرين عما سيحدث بالتفاصيل الدقيقة. فهذه كلها من هذه الناحية نعتبرها من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كانت مؤشرات يحتمي بها الصحابة، أو لنقل بعضهم لأن بعضهم وقع في الفتنة، وبعضهم احتمى بهذه المبشرات وبهذه المحذرات حتى لا يقعوا في الفتنة. وحذر بعضهم أنهم إذا التبس عليكم الأمر فليدق أحدكم على سيفه بحجر ويعتزل، وحتى يعني يكون خير ما للإنسان في هذا الوقت وقت الفتن التي لا يتبين فيها الحق من الباطل أن يعتزل ويكون في غنمه في إحدى الجبال. طبعاً هذا لا يعني العزلة هي الصواب، عندما يلتبس على الإنسان فالأصوب أن يعتزل. من أيضاً الحكم أن التنزيل الصحيح، طبعاً هذا مرتبط أن تنزل الفتن على الوقائع بشكل صحيح، أو الحديث والنصوص على الوقائع بشكل سليم، ولا يكون هناك يعني غلو ولا مبالغة، ولا حتى يعني بعض الناس استغلوها لأجل ترويج لأهداف سياسية كما حدث أيام العباسيين والأمويين. فمن الحكم في هذه أنك تقطع الطريق على من يريد أن يؤول بشكل خاطئ. مثلا من العجائب في هذا التاريخ، الكثير ممن ادعى المهدوية لم يكن يعني فيه حتى الحد الأدنى من شروط المهدوية، بعضهم لم يكن اسمه محمد بن عبد الله، وبعضهم استغل اسمه حتى يسمي، يعني استغل أنه كان اسمه محمد وأبوه عبد الله، فاستغل هذا لمصالح شخصية ولأهداف سياسية، أو ربما غرر به مثل محمد بن عبد الله، محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى بن الحسن الصبت بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرن الثاني الهجري. هو نفسه لم يكن راغبا كما نعلم، كما كتب يعني لم يكن راغبا في السلطة، لكن الذين حوله يعني حرضوه على ذلك. يقول ابن كثير لعله فعلا يعني طمع بين يكون هو المهدي، ليس طمعا في السلطة ولكن في الإصلاح، لما كان في آخر أيام الأمويين. نعم. فالمنصور في المقابل سمى ابنه المهدي الذي كان ثالث الخلفاء العباسيين، سماه وكان اسمه محمد أيضا، والمنصور كان اسمه عبد الله فسمى ابنه المهدي أو لقبه بمهدي أيضا. نعم. طمعا في أن يكون هو المهدي. وحتى ابن كثير يقول نفس الشيء وأيضا طمع بالسلطة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد هذه الصفات، وحتى حدد صفات المهدي الخلقية وشكله أيضا حتى يقطع الطريق على هؤلاء. ومع ذلك كما ترى انتشرت هذه الفتن كثيرا وتبعها الكثير من الجهل والعامل.
نعم. يعني هذا باختصار أهم المحددات، لأنه أهم الحكم في هذا نعم. الموضوع. لكننا اليوم العالم الإسلامي يموج بأحداث كبيرة وأحداث جسام من انتفاضات وما تبع ذلك من قتل وتهجير وحرائق في المنطقة العربية وحتى في العالم الإسلامي والعالم من حوله. نريد أن نبحث ضوابط التعامل بعد الفاصل طبعا، نريد أن نبحث ضوابط التعامل مع هذه الأحداث وكيفية تنزيلها، وماذا عن قضية خروج المهدي والمسيح الدجال وعيسى المسيح عليه الصلاة والسلام؟ كل ذلك نبحثه بعد فاصل قصير. أسعدكم الله معنا في هذه العودة للحديث عن الفتن وعلاقتها بأحداث اليوم مع الأستاذ أحمد دعدوج الباحث الإسلامي والمشرف على موقع السبيل. أجدد الترحيب بكم أستاذ أحمد. حياكم الله أخي الكريم. المنطقة العربية الآن يعني تموج على 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 بركان من الأحداث، يعني الذي ربما يعني إذا مثلنا لها تمثيلا الذي فقد الوعي منذ 10 أعوام وعاد إلى الدنيا الآن يكاد لا يصدق ما يحصل في المنطقة العربية. عروش، سقطات، عشرات الآلاف قتلت، ملايين هجرت، حالات الاغتصاب، حالات يعني شيء لم يكن متصورا في المنطقة العربية. هذا يدخل في ضمن الفتن، لكن كيف يمكن أن تكون النظرة الشرعية لهذه الأحداث؟ أحسنتم أخي الكريم. أولا يعني قبل أن نبدأ بالشروط والمحددات والضوابط، يجب أن يكون هناك تؤدة، والأنا والتؤدة هي من أهم صفات العالم والحكيم الذي يريد أن يعني يخوض في هذا الأمر الجلل والكبير، والذي قد يترتب عليه إشكالات كبيرة، قد يترتب عليه مثلا تبرير لمعارك وحروب، وهذا حدث في الأيام الأخيرة التي نعيشها الآن. وأنا يعني بكل تواضع كنت أحاول أن أتتبع هذه الأمور في السنوات الأخيرة كما تفضلت، لأننا عشنا ما حسبناه قبل سنوات قليلة جحيما قد لا يعني ربما لم يعيشه الآخرون، لكن لما تقرأ وتستقرأ التاريخ الأمة عاشت محنا ربما أكبر. على الأقل نحن نتحدث هنا عن أقاليم جغرافية في سوريا وليبيا واليمن والعراق، أماكن محددة. في مناطق أخرى مجاورة لهذه الدول كان الناس يعيشون بكل أريحية، حتى في سوريا نفسها مدن كانت منكوبة ومدن لا للأسف. فالتنزيل نفسه يتطلب شيء من التؤدة والهدوء، ألا يكون الإنسان مدفعا متحمسا متضررا أيضا أو لكن حتى له أستاذ مصلحة أحمد في قبل التنزيل هذه قبل الضوابط. أستاذ أحمد، قبل الحديث عن تنزيل النصوص، قبل ذلك يعني أنا سألتك عن هذه الأحداث كيف ينبغي أن ينظر إليها المسلم؟ هل هي من أحداث آخر الزمن أم أنها فتن كما سبقها من فتن في عصر التتار وملاحقهم ودخول الفرنسيين والهرج والمرج الذي حصل في ذلك الوقت؟ هل هي فتن آخر الزمن هذه؟ نعم، وهذا هو السؤال يعني الذي كنت أريد أن أصل له. موضوع جدا كبير ولا أستطيع أن أجيب عنه يعني فقط بهذه الجزئية ولا حتى بحلقة كاملة. إذا تريد الجواب من الآخر، أنا فعلا متوقف حتى الآن، يعني أنا قرأت الكثير في هذا الموضوع، سأحاول اختصار قدر المستطاع. تفضل. أكثر ما حاول الناس أن يفهموا فيه هذه الفتنة التي نعيشها، وتحديدا الثورة السورية لأنها كانت الأخطر، ولأنها كانت أيضا قريبة من أماكن فيها كثير من ما يعني تحدث عنه الآثار. الكثير من هذه التنزيلات أخذت من كتاب الفتن لنعيم بن حمد، وهذا الكتاب الذي يعني يكاد يطعن فيه كل الأئمة السابقين. الذهبي قال إنه لا يجوز الاحتجاج به، كل الأئمة تقريبا شككوا فيه وطعنوا فيه وقالوا لا يؤخذ منه، مع التأكيد على أن نعيم رضي الله عنه ورحمه الله كان من الأئمة وكان وعاء من أوعية العلم، وابتلي ومتحن، وعلى الأغلب أنه مات أيضا مسجونا في فتنة حلق القرآن أيام العباسيين. فليس تشكيكا فيه، ولكن في هذا الكتاب لم يكن يتقيد بأي قيود في ضبط الحديث، فهو كان يجمع الروايات ويسردها. والإمام أحمد رضي الله عنه يقول 3 كتب لا أصول لها: التفسير والفتن والمغازي والملاحم. فطبعا هذا لا يعني أنها كلها لا أصول لها، لكن أن هذه الكتب وهذه العلوم أو هذه الفنون تحديدا الضبط فيها صعب جدا، وقلة من تتبع أصلا كتاب الفتن لنعيم بن حمد. حتى لا أطيل، كتاب نعيم بعض النصوص فيه هو فيه أكثر من 2000 خبر،
معظمها آثار، يعني معظم الأغلبية الساحقة فيها آثار وقلة قليلة من الأحاديث. يقول بعض من حققها لم يصح منها إلا أقل من عدد أصابع اليد. فتخيل معظم هذه الآثار إذن هي عبارة عن إما ضعيف أو موضوع، يعني مكذوب نهائيا، والكثير منها مكرر والكثير منها متناقض، حتى تجد بين صفحة وصفحة أخرى نصين تعارضان لا يمكن أن تجمع بينهم. أيضا هناك مشكلة أن هذا الكتاب يعني في بعض الروايات يقال أنه نقل إلينا عن طريق شخص واحد هو شيعي. تنزيل هذه الأحاديث وهو يعني يعتبر هذا الكتاب هو أكبر كتاب في الكتاب وفيه الكثير من الأحاديث لم ترد إلا فيه. معظم ما نعيشه اليوم أو حتى من أيام ممكن تقول أيام حرب الخليج الأولى والتنزيلات على صدام حسين وإيران وغيرها، تنزيل السفياني والخراساني واليماني والأصهب والأبقع وكل هؤلاء الأسماء، معظم هؤلاء الأسماء شخصيات غير موجودة، شخصيات غير صحيحة إطلاقاً، باستثناء السفياني هناك حديثين أو حديث وأثر عند الحاكم، والحاكم في مستدركه يعني كان متساهلاً كما نعرف، فإذن الشخصية نفسها مشكوك فيها. الشخصيات الأخرى مثل الأصهب مثلاً، البعض الآن من المعاصرين يحاولون أن ينزلوا عليه صفات بشار الأسد، الوقت ربما لا يسمح لذكر التفاصيل. هذه الشخصيات لم تثبت، وبعضها مكذوب نهائياً، لا يمكن أصلاً حتى أن تصدق أنه موجود، يعني ثبت وضع هذه الأحاديث. طبعا تحدث ايضا عن خسف سيكون في حرستة وان السفياني سيبعث له جيش من خراسان. هذه كلها الاحاديث اولا والاثار كما قلنا اولا مطعون فيها، الكتاب نفسه لا يمكن ان يؤخذ منه شيئا. ما عدا ذلك من الاثار والاحاديث سواء كانت في الصحاح او مشكوك فيها عند في المساند الاخرى، يعني المساند التي لم تكن حتى يعني تصل الى درجه الصحيح، معظمها لا ينطبق على ما نعيشه. هذه خلاصة ما يمكن أن أقولها لك الآن، لكن ربما أنا أقول قد نعيش الآن إرهاصات لفتن كبرى. ونقطة أخيرة أيضا حتى لا أطيل في هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى أخرى، الكثير ممن عاشوا في عصر السلف كانوا يتوقعون، خذ مثلا أبو هريرة وأبو ذر، يعني ثبت عنهم أنهم قال أنهما لا يستبعدان أن يعيشا حتى ينزل عيسى عليه السلام، ما أن الأحاديث الصحيحة أن هناك كان الكثير من الفتن التي ستسبق هذه المرحلة الأخيرة. فهم ربما وجدوا من تسارع الزمان، وهم عاشوا طبعا سنوات عديدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا من الفتن الكثير، حتى ربما توقعوا أن الفتن الكبرى ستتسارع بشكل كبير جدا حتى تصل إلى مرحلة نزول عيسى عليه السلام في عصرهم في حياته، يعني عصر التابعين. ومع ذلك عشنا بعد 1400 سنة ولم يحدث ما كانوا يتوقعون. نقطة أخرى أيضا هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صح عنه في عدة روايات في البخاري ومسلم أن هذا الدين لا يزال قائما منيعا حتى ينتهي 12 خليفة، في عدة روايات 12 أميرا أو 12 خليفة. طبعا ليسوا أئمة الشيعة كما هم فسروا الحديث على رأيهم، والرد هذا الآن يعني يطول، لكن إذا عددت الآن الخلفاء، طبعا في حديث آخر عن مجاهد عن جابر بن سمرة أنه سيكون كلهم من قريش، هذا في الصحيح مسلم. فإذا عددنا الآن كل الخلفاء الراشدين، نتحدث عن الخلفاء وليس الملوك، عندنا 4 راشدون، ممكن تضيف إليهم الحسن وابن الزبير وهذا أيضا فيه نظر، وحتى لو تجاوزنا قد نضيف معاوية وعمر بن عبد العزيز على الأرجح منه. إذن ما زال أمامنا الكثير حتى نصل إلى 12 خليفة، والأرجح سيكون آخرهم المهدي رضي الله عنه. وهناك رواية ضعيفة سيكون بعده أيضا خليفة هو القحطاني الذي قد يكون على يده فتح روما، وهذه أيضا غير مؤكدة لكنها رواية موجودة على الأقل. الشاهد هنا أننا إذن أمام مراحل أخرى ما زالت لم تأتي، هناك فتن كما قلنا الأحلاس والدهيماء والسراء، هذه أيضا على الأرجح لم تأتي، البعض يحاول أن يفسر ما نعيشه الآن في هذا الضوء، لكن أنا لم أستطيع أن أنزل عليها الوقائع يعني مثل السراء حتى الآن. نقاط مهمة ذكرتها، يعني ألتمس منك، وقد عرجت على كتاب نعيم بن حماد وهو طبعا كتاب يعني طعن فيه الكثير من العلماء كما تفضلت، لو تحدثنا عن ما صح من الأحاديث فيما يتعلق بفتن آخر الزمان، حتى بعد ذلك أسألك عن ضوابط التنزيل لأن مسألة الضوابط مهمة جدا. نعم، ما صح منها طبعا الكثير، مثلا إذا كنت تسألني عن الفتن وليس الملاحم، الملاحم ستكون آخر يعني في الآخر بعد، نعم الفتن قبل نزول المهدي وعلى أيام الخلفاء الأحدين. من أهم الفتن مثلا الأمور التي تتعلق بخفة الدين والأخلاق، يعني يفشو الجهل ويرفع العلم ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، بادروا بالأعمال الصالحة، أياما كقطع فيها فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس بالعكس.
من الفتن أيضا يظهر يهلك الوعول وتظهر التحوت. قيل وما الوعول وما التحوت؟ قال الوعول هم أشراف الناس ووجهاؤهم، والتحوت هم الناس الذين يكونون تحت أقدام الناس لا يعلمونهم. هذه يعني فتن نرى معظمها تقريبا نعيشها اليوم. مثلا ممكن تشوف واحد الآن يوتيوبر على اليوتيوب، شاب لا يؤبه له فعلا، ينطبق عليه هذا النص، ولديه 10 ملايين متابع ولا ينشر إلا التفاهة بغض النظر عن الصدق والحق والباطل. يعني فهؤلاء كانوا لا يؤبه لهم والآن صاروا متصدرين، وهو نفسه أيضا حديث الرويبض ينطبق على هؤلاء. هذه كلها فتن نعيشها اليوم. الاقتتال بين الناس أيضا الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا الفتنة لما تطلق على الاقتتال تكون تحديدا بين المسلمين، هذا معظمه وقع في عصر السلف وانقضى والحمد لله. الفتن في آخر الزمان ممكن تذكر منها أيضا قلة قليلة، لأنه الباقي سيكون معظمه ملاحم، والملاحم تكون مع الكفار. هناك فتنة على الأغلب ستكون عند نهر الفرات، ولا نعلم تحديدا متى سيكون زمانها، عندما يحسر الفرات عن كنز أو عن جبل من ذهب، وهذا حديث على الأغلب صحيح، فيقتتلون تكون مقتلة عظيمة، ويقتل من كل 1999 لا يبقى إلا واحد، أو عفوا من كل 100 فما ينجو إلا واحد. فهذه من الفتن أيضا التي ستكون ولا نعلم متى ستكون. كما قلت هناك خلفاء ستعود الخلافة، ولا نعلم كم خليفة سيكون في آخر الزمان، وعلى الأغلب سيكون المهدي آخرهم. في حديث حسنه وصححه البعض سيكون اقتتال بين 3 من أبناء الخلفاء في آخر الزمان، يقتتلون على كنزكم كما يقول الحديث. وتأويل كلمة الكنز عليها خلافة، هو كنز عند الكعبة، أو كنز يعني تحت الكعبة لا ندري أين هو، أو كنز يكون في هو نفسه كنز الفرات، فيقتتلون فيخرج يخرج المهدي بعد هذه المقتلة التي لا ينتصر فيها أحد. طيب، هذه أهم الفتن التي ستكون قبل نهاية آخر الزمان. إذا تريد أن نتحدث أيضا عن فتنة المسيح الدجال فهذه أيضا سأتي عليها بعد قليل أستاذ أحمد، سنأتي عليها بعد قليل، لكن قبل فتنة أو قبل ظهور المسيح الدجال، وهو أكبر فتنة كما حدث بها الحديث الشريف، أكبر فتنة يشهدها البشر منذ بدء الخليقة حتى يوم القيامة، قبل ذلك ضوابط التعامل مع هذه النصوص وتنزيلها، لأن هذه مسألة مهمة وقد تكون لها ارتدادات سلبية وخطيرة. كيف ضبطت الشريعة قضية تنزيل هذه النصوص على أحداث الواقع؟ وضحت بحق الكريم، هذه أهم نقطة ربما يعني حاولت أن أبدأ فيها في البداية. أولا نقطة التأويل والتفسير وفهم هذه النصوص، أولا أول شرط يجب أن نلتزم بالصحيح، وعلى الأقل إذا لم يكن الحسن أو حتى الضعيف الذي قد يصححه الآخرون المتروك، وما يعني أجمع العلماء على ضعفه، ولا أقول حتى تركه أو وضعه، فهذا يجب أن لأنه يعني تخرج منه الكثير من المشاكل كما نعلم. لذلك كتاب الفتن لنعيم الأرجح عند العلماء والمحققين أن يترك تماما، وليده أيضا لم يحقق في هذا العصر لأنه تسبب بالكثير من المشاكل للأسف. الكثير من الكتب التي ظهرت في ربما في 20 سنة الأخيرة فيها مصائب لا تصدق، والوقت ربما لا يسمح لاستعراض حتى بعض الأمثلة. بعضهم كان يجمع، وهم طبعا ليسوا على أي قدر من العلم، تحدث عن فئة من الكتاب، بعضهم كان يجزم بأن المسيح الدجال هو الذي يعيش الآن على مثلث برمودا، وهو الذي يرسل الأطباق الطائرة، تأويلات غريبة وعجيبة. بعضهم كما قلت أسقط في العصر الحديث يعني السنوات الأخيرة أسقط الأصحب على بشار، وأسقط السفياني أو نعم تحديدا السفياني على صدام، وبعضهم هو نفسه جعله الملك حسين، وبعضهم جعل الدجال هو الرئيس خاتمي الذي كان رئيس الإيران. المشكلة بعضهم كان يحدد تواريخ محددة أيضا، بعضهم كان يكتب هو يؤلف ويخترع حديث من عنده ويضعها في هذه الكتب حتى ينزل عليها عبد الناصر والسادات وغيره. خلاصة في هذه النقطة يجب أن نلتزم بالصحيح فقط. لدينا تقريبا في كل الصحاح والمسانيد لدينا باب من أبواب الفتن والملاحم، هذه كلها تكفي، وفيها الغنية الكاملة التي تغنينا عن كل ما عداها. نقطة أخرى أيضا التزم بها العلماء، الموقوف يجب أن نميز بين الموقوف والأثر الذي أوقف يعني يتوقف عند الصحابي ولم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا فيه نظر، إذا كان أولا هذا الصحابي ليس ممن اشتهر عنه أنه ينقل الإسرائيليات مثل عبد الله بن عمر مثلا ومثل كعب الأحبار طبعا، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم في هذا الموضوع إلا ما كان يترجح. طبعا كعب الأحبار على الأغلب سيكون ما يأخذ من التوراة، التوراة المحرفة طبعا. عبد الله بن عمرو بن العاص كان لديه ملزمتين أو بعض الكتب التي أخذها من واقعة اليرموك، وهي أيضا من كتب السابقين، فأيضا توقف العلماء عند قصص عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن ليس كل ما رواه عبد الله بن عمر عن آخر الزمان يعني فيه نظر، لكن هذه الأمور تخضع لموازنات العلماء. فلذلك هذا الأمر يجب أن
يعني يوازن فيه العلماء حصرا وليس أي مؤلف يطرح هذه الكتب في المكتبات. طبعا للأسف يعني كل هذه الكتب تروج في المكتبات لأنها تبيع، يعني في معظمها مشوق للأسف. طيب من الضوابط أيضا تفضل. التروي كما قلنا والتؤدة، تنزيل الفتن أو تنزيل الوقائع على الفتن أو الحديث عفوا عن الوقائع، يجب أن يكون يعني فيه أيضا الكثير من الحرص بأنه يجب أن يكون دقيقا للغاية، ما فيه أي تسرع حتى لو كان فيه تسبقية زمنية. يعني بعض المؤلفين حتى يعني يكسب كما نقول سبق صحفي، فيريد أن يكسب أيضا سبق أكاديمي مثلا أو سبق في التأليف، فينزل حتى يرى هل هو أصلا ليس متأكدا أن هذا سيحدث كما توقع. والعجيب أنهم أحرجوا ومع ذلك بعضهم ما زال يؤلف ويتمسك برأيه. بعض التأويلات مثلا، يعني هناك أيضا مشكلة أخرى، إذا كان التأويل نفسه كان خاطئا هذا يشكك بصحة النبي عليه الصلاة والسلام وصحة الإسلام، خصوصا عند الشباب الآن اللي أصلا عندهم الكثير من الشبهات. هذه المشكلة نفسها حدثت أيضا في موضوع الإعجاز العلمي الذي صار فيه الكثير من التجاوزات وأسقطوا الكثير من الآيات على اكتشافات أو نظريات علمية ثم أما ثبت خطأها، خطأ النظرية نفسها أو الاكتشاف نفسه أو خطأ التأويل. نعم. فهذا أيضا ضعف الكثير من عقيدة الشباب للأسف. هذا أيضا المشكلة هذه نفسها تتكرر الآن مع هذه الكتب. فإذا ما كان التنزيل صحيح فهذه مشكلة. يعني ليس لدينا داعي مثلا الآن أن نفسر الحديث الذي يقوله حديث صحيح أنه في آخر الزمان سيحدث الإنسان يتحدث مع يعني يحدثه فخذه عما أحدث أهله بعده وعذبة صوتي تحدثه وإلى آخر الكلام. البعض يحاول يفسرها الآن بأنه الصوت ممكن هذا الصوت مثلا قد ندخل فيه جهاز تنصت. طيب وماذا لو حدث في آخر الزمان شيء آخر؟ ماذا لو الصوت نفسه تحدث؟ الصوت الذي يضرب به هو نفسه قد يتحدث، لأنه في آخر الزمان آخر الزمان يعني أيام المسيح الدجال سيكون حصر. وهي قضية موضوع الفتن وتنزيلي على الواقع تتشابه مع قضية معجزات القرآن أيضا، هناك كان استفاضة في الحديث وربما له تأثيرات سلبية. بالضبط، يعني وهذا يعني كما قلنا يؤثر على عقيدة الناس. فأنا أخشى أيضا يعني التنزيل الخاطئ قد يشكك الناس في دينهم، وكما قلنا قد يؤدي أيضا إلى تفسيرات وأحداث سياسية وتأويلات سياسية يستفيد منها البعض، كما فعل مثلا ابن تومر لما ادعى المهدوية وأقام بعد بعض المذابح والمجازر حتى يقضي على دولة. طيب. المرابطين لبنت شفين، وأقام دولة الموحدين على أساس تفسير خاطئ وأساطير لما وضع نفسه هو المهدي. نعم. وقص عليها الكثير ممن ادعى المهدوية. طيب أستاذ، لذلك هذا الحرص جدا ضروري، يجب أن ينطبق النص تماما على الواقع، ما يكون فيه خلل واحد. يعني ليس كل من قال أنه محمد بن عبد الله أو أنه ادعى أنه رأى في المنام أنه هو المهدي كما فعل محمد بن عبد الله القحطاني قبل 40 سنة لما دخل المسجد الحرام، وللأسف يعني تبعه الكثير من الجهال على أساس أنه المهدي، فتنة جهيمان المعروف. هناك أيضا الكثير من النصوص لم تنطبق عليه، هناك جزئيات يجب أن تنطبق كلها عليه بدون أي تفاوت، يعني ليس فقط نأخذ بعض الجزئيات. نعم. ونتجاوز عن البعض الآخر. وهذا يستلزم ضرورة العلم بهذه المسائل والمتابعة وترك الحديث فيها لأهل الاختصاص والعلم. هنا يعني بعض في هذه المرحلة أستاذ أحمد، ثمة من يقول وحتى منهم علماء يقولون بأن ما يحصل في العالم الإسلامي خرج عن قدرة البشر على الإصلاح، بمعنى أنه لا مؤسسة ولا مشيخة ولا عالم ولا حتى مجموعة من العلماء قادرون على إصلاح ما وقع من فتن وفساد وانحرافات سواء في التصورات أو في السلوك لدى المسلمين. طبعا هذه نظرة يقولها بعض العلماء، وبالتالي على كل مسلم أن يلزم غرزه وأن ينتظر تدبير الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يقولون بأن الآن هذا الوقت الذي ولد فيه المهدي وأنه حان وقت ظهوره وكذلك ظهور المسيح الدجال وعيسى المسيح وإلى آخره. ماذا يمكن أن يقال في ضوء نصوص شرعية عن هذه المسائل الآن؟ نعم يا أخي، للأسف يعني هذا أهم سؤال ربما يجب أن يطرح الآن، والذي يقول بهذه الإشكالات لا يقول إلا عن قلة علم، لأن الأحاديث الصحيحة كانت بالعكس تماما. المهدي لا يخرج كما قلنا إلا بعد خروج عدة خلفاء. هناك يعني الحديث الصحيح في مسلم البخاري سيكون 12 خليفة كما قلنا بالإجماع لم يكتمل هذا العدد. إذن قبل المهدي يجب أن يكون هناك عدة خلفاء على الأقل، هذا مؤكد محتوم. نقطة أخرى، المهدي لا يبايع إلا بين الركن والمقام بعد أن يموت خليفة قبله ويختلف الناس، ثم يهرب المهدي. طبعا هو يصلحه الله في ليلة، يعني هو نفسه المهدي قبل يوم واحد من مبايعته لا يعرف أنه سيكون المهدي وأنه صالح لهذه المهمة.
فهو نفسه يهرب هل من سيموت مكة قبله؟ أو يعني يهرب من عفوا المدينة. استاذ احمد، النقطه هاي يجب توضيحها، هل سيموت قبل المهدي 11 خليفه قرشيين ام ليس بالضروره؟ هل هم راشدون ام ليس بالضروره؟ نعم، يعني هو حتى نحرر المصطلح المتفق عليه، الخليفه هو الذي يعدل، والارجح ايضا هو الذي لا يكون حكما وراثيا، لا يكون ملكا. فالخلفاء كما قلنا الذين يعني رشحوا وتأهلوا للسلطة بشكل شرعي معدودون كما عددتهم قبل قليل، لم يكتمل عدد الاثنى عشر. في رواية ضعيفة قد يكون بعد المهدي سيكون هناك القحطاني، إذا قد يكون هناك مهدي آخير بعده، وهذه ليست يعني مؤكدة 100%، ولكن الأرجح أنه سيكون بعده عيسى عليه السلام، ممكن نسميه أيضا خليفة ولكن هو نبي في النهاية. فإذا قبله يجب أن يكون هناك عدة خلفاء. والنقطة الأخرى كما قلت لك أخي الكريم أن المهدي سيصلحه الله في يوم وهو نفسه لا يعرف، وأنه هو نفسه سيهرب من المدينة المنورة إلى مكة، وهناك يجمع عليه الناس، وتقريبا ممكن تقول يجبرونه على المبايعة فيبايعونه بين الركن والمقام فيتفق عليه المسلمون. البعض ربما هنا يختلف عليه، يعني قد لا يكون هناك إجماع 100%، البعض ربما يكون متوقف، فيأتي أو يبعث له بعث أو يعني جيش من الشام، البعض قال هو نفسه السفياني، ولكن كما قلنا السفياني ليس مجمعا على صحة هذه الشخصية، فيخسف بهم في البيداء بين المدينة ومكة. هنا يجمع الناس المسلمون على أنه هذا هو المهدي فيبايعونه، وبقية القصة معروفة، يذهب إلى الشام وتكتمل الملاحم وينزل عيسى عليه السلام. هذا كله إلى ماذا يوصلنا؟ إلى أنه يجب أولا أن يكون هناك خلافة راشدة، أيضا حديث صحيح في عدة روايات الخلافة تكون على منهاج النبوة، تكون ما شاء الله أن تكون، ثم ترفع، ثم ملك عاض، ثم جبري، ثم خلافة على منهج النبوة. وكما قلنا 12 لم يكتملون، إذن قبل المهدي يجب أن يكون هناك خلاف، والأرجح كما نفهم الخلافة يجب أن يكون عليها إجماع، يعني سيعود للعالم الإسلامي قوته وتعود له الخلافة قبل المهدي. وأيضا سوء فهم الناس لكلمة المهدي لما أيضا ألصقوا به صفة المنتظر، ولا أدري من أين جاءت، لا أدري من أول من ألف يعني وضع هذه الكلمة، لكن هناك كتاب لابن حجر الهيتمي بهذا المصطلح المهدي المنتظر، وربما تأثرنا فيها للأسف بالشيعة الاثنى عشرية. على أي حال يعني فكرة أن ننتظره وأن نجعله رمزا كأنه يعني هو الوحيد الموعود بالنصر، وأنه إذا خرج سيكون النصر وكل ما قبله يجب أن يكون هزيمة، هذا يعني ما في عليه لا نص صحيح ولا حتى موضوع، لأن كما قلنا سيصلحه الله في يوم واحد وقبله سيكون خلفاء. فقبل هذه الخلافة ربما يفتح بيت المقدس أكثر من مرة، وقد يعني بيت المقدس انتزع من المسلمين وفتحه صلاح الدين الناصر الأول، ثم يعني أعاده ابنه إلى النصارى الصليبيين، ثم حفيد صلاح الدين أعاده للإسلام. فلاحظ كم مرة فتح، من أيام عمر بن الخطاب، ثم صلاح الدين، ثم صلاح الدين. وقد يفتح على أيامنا الآن أو حتى طيب. بعد سنوات قليلة، ثم طيب. ربما قد يحتلوه طيب ثم يعاد أستاذ أحمد، يعني هذا الحديث، يعني هل تريد أن تزيد شيئا على ذلك قبل أن أسأل؟ على جزئية تحديدا في هذا الموضوع، يعني في موضوع ما يتعلق بموضوع المهدي والمسيح الدجال، هل ثمة ما تضيفه؟ يعني أريد أن أوضح تماما أيضا أنه المسيح الدجال أيضا حتى لو كانت فتنة هي أكبر الفتن، وهو سيخرج آخر شيء 40 يوم، يوم كسنة وشهر وجمعة، ثم سائر أيام كسائر أيام، وحتى تأويل السنة هذه فيها خلاف. لكن ما قبل المسيح الدجال أيضا هناك فتن كبرى، أنا في رأيي المتواضع والشخصي قد ما نعيشه الآن هو أيضا من فتن الدجال، لأنه على الأرجح هو حي يرزق الآن، كما في حديث مسلم، حديث تميم الداري هو مقيد، لكن أنا لا أستبعد في بعض التأويلات أنه قد يكون هو الذي يقود الكثير من الفتن الآن بالتعاون مع إبليس، وهذا أيضا لا يؤخذ هذا الفقه فقط من الأحاديث، أيضا يجب أن يدرس من ناحية ما استجد في عصرنا من تسريبات عن عبادة الشيطان في الجمعيات السرية الماسونية والمتنورون وغيرهم، هذا أيضا علم يجب أن يبحث بشكل أيضا فيه كثير من التأني والتؤدة. هذه كلها يعني فنون متداخلة بعضها ببعض، لكن النقطة الأهم التي أنت سألت فيها آخر شيء، إذن يجب نحن أن لا ننتظر خروج المهدي. كلمة المنتظر فيها إشكال كبير، الفقه الذي استند إليه أيضا الشيعة كله هذا لا نؤمن به إطلاقا على أنه سيكون في آخر الزمان، يعني وهم أيضا ينتظرونه ويؤهلون له. نحن يعني مأمورون بأن نقوم بنصرة الإسلام كما نصره صلاح الدين ومن قبله ومن عاش أيام أيضا عين جالوت لما انتصروا على المغول، والذين حرروا بلادنا أيضا أيام الاستعمار في المعارك الأخيرة، والأيام التي نعيشها الآن.
فتن كثيرة عاشت في هذه الأمة، وكل لكن الانتصارات الفارق التي حدثت من يقول لم يكن بهذا ينتظر الرأي فيها أحد أستاذ المهد. أحمد، من يقول بهذا الرأي يعني بين قوسين الانتظار، بمعنى أنه لا نستطيع أن نفعل شيء. الفرق بين هذا الوقت وزمن صلاح الدين بأن هناك المسلمون كانوا مجمعين على تصور الإسلام، على فكرة الإسلام، وعلى مرجعيته وعلى هيمنته وحكمه. اليوم هناك الناس ربما في كل حي هناك تصور خاص للإسلام، وبعض من يقول بأن الدولة الإسلامية لم يعد لها وجود، ومن ذلك تنشأ هذه الآراء عن بعض أهل العلم بأنه لم يعد يستطاع أن يفعل شيء، وأن هناك لابد من الانتظار. إلى أي مدى صوابية هذا الرأي؟ بدقيقة قبل أن أذهب إلى الفاصل. نقطة جدا مهمة أيضا ويجب أن تفصل كثيرا، لكن أولا يعني الفاصل أو الميزة الكبرى التي تميزنا الآن عما سبق أن العدو نفسه صار أضخم بآلاف الأضعاف. يعني حروب الصليبية أو المغول الذين كانوا أقوى من العباسيين والفاطميين كانوا يستعملون نفس الأسلحة لكن عددهم كان أكبر. نحن الآن نحارب بأسلحة مختلفة تماما، لكن الآن في أيام كورونا أيضا كما قلت لك هذا الأمر يعني يبحث من عدة علوم وليس فقط من كتب الملاحم والسيرة النبوية. أيضا السياسة يجب أن تقرأ بعيون معاصرة. الآن في السنة الأخيرة بدأت أقرأ تحليلات سياسية أن القوة الضاربة لدى أمريكا وحتى الصين هي نفسها قد تكون ضعيفة في بعض الأماكن، قد تضرب من نقاط لم تكن تؤخذ بالحسبان حتى قبل سنوات قليلة، بمعنى أن الميليشيات الغير المنظمة في بعض الدول قد تكون قادرة على نسف دول كبرى. تجربة طالبان تحديدا هي تجربة يجب أن تدرس استراتيجيا، يعني هي أهم من تجربة فيتنام التي أيضا هزمت فيها أمريكا. فإذا حتى السلاح النووي الذي يملكه الأقوياء الآن أعداؤنا، حتى لو كان هم سلاح الدجال نفسه، السلاح النووي، السلاح الاقتصادي، كل هذه الأمور بالتفصيل طويل جدا، هذا كله لا يعني بالضرورة أننا الآن غير قادرين على الانتصار بطرق غير تقليدية. ربما نضربهم بطرق كما قلت ميليشيات غير منظمة، طرق اقتصادية غير تقليدية، سلاح البيتكوين مثلا مع انه الان بايديهم لكن هو نفسه يفتح لنا ابوابا من التفكير بطرق غير تقليديه. نعم. سلاح الحرب السيبرانيه هي الهاكرز يعني والحرب على الانترنت هذه بحد ذاتها قد تشل يعني الاسلحه لدى القوى الكبرى، وهذا قد يلعب به بعض الصغار او الدول او يعني القوى الصغيره. نعم. اريد فقط ان اوضح هنا ان المسلمين قد يمتلكون بعض القوى التي حتى الان ليست ظاهره وجليه لنا، وقد فعلا يقلبون التاريخ بسرعه كبيره، قد نعم. يغيرون مسار التاريخ الذي نعيشه الان. طيب وقد يكون هذا مؤهل. انت تحدثت استاذ احمد لاستعاده، أرجو المعذرة عن المقاطعة يعني الوقت يدركنا بسرعة، تحدثت عن موقف المسلمين بشكل عام، لكن ماذا عن موقف المسلم الفرد حيال هذه الأحداث، هذه الفتن؟ ما الذي ينبغي أن يكون عليه فهما وممارسة؟ نبحث هذا الأمر بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم أستاذ أحمد. هذه القضية، قضية الفتن، وقد أسهبت في الحديث عنها، يعني توسعت في الحديث عنها قبل الفاصل، معني بها كل مسلم على التعيين، كل مسلم على التعيين، ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه إزاء أو حيال الفتن فهما وممارسة؟ جميل جدا. يعني هنا ممكن أنطلق من الفتنة التي حدثت في أيام الصحابة رضي الله عنهم. كما قلت بعضهم يعني لم يتضح له أين الحق فاعتزل، مثل أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر وليس أبو بكر، الذي يعني قاس علما أن الحق كان واضحا، علما أن الحق كان واضحا في حينه. نعم. نعم عفوا. علما أن الحق كان واضحا بناء على النصوص في حينه. صحيح، لكن البعض لم يكن واضحا له. حتى أيضا لما مثلا ابن الزبير أراد أن يعني أن تكون الخلافة، أن يدعو للخلافة إلى نفسه، ابن عباس وبعض الصحابة في مكة لم يوافقوه وخرجوا إلى الطائف. يعني هذه قد لا يكون فيها الأمر واضح، لكن أيام علي رضي الله عنه كان الأمر واضح تماما. مع ذلك الذين خرجوا عليه كانوا هم كبار الصحابة، اثنان من المبشرين بالجنة، طلحة والزبير.
نقطة مهمة. وطبعا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجوا وهم كانوا يريدون الحق أصلا، هذا هو الخلاف. لما خرجوا إلى الكوفة فأرسل علي رضي الله عنه إلى البصرة عمار وابن الحسن، صعد إلى المنبر كان فقال عمار لأهل الكوفة إن الله مبتليكم كما قال، والله إن عائشة خرجت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني نحن مجمعون على أنها على يعني أنه مغفور ذنبها وستدخل الجنة وتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في عالم الخلود. مع ذلك هي مخطئة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها ليرى إياه تطيعون أم هي، حديث صحيح أو أثر صحيح عن عمار. فلاحظونا فقه عمار بن ياسر، وهذا يعني هذا الأثر بحث كثيرا في التاريخ وفي كتب السير والفتن، أنك حتى لو رأيت إنسانا على قدر من العلم والفضل ويعني كما قلنا من كبار الصحابة، لكن أنت أيضا يجب أن تكون لديك المقدمات والمؤهلات لتفهم. إذا لم تستطع أن تفهم، لأنه أيضا كان علي رضي الله عنه كان من كبار الصحابة وعلى قدر كبير من العلم، وكان أيضا مسلم اليوم جميل جدا، حتى لو مسلم اليوم أولا مطالب بأن يلتزم أهل العلم وأهل الجماعة والجماعة، إذا التبس عليه الأمر وكان لنقل في معركة وفي فتنة بين المسلمين، إذا التبس الأصل طبعا أن يعتزل، أن يعتزل كما في الأحاديث الأولى التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قاعدة عامة، إذا التبس خير المال هو أن تكون في غنم وفي جبال وتدق السيف بحجر ولا ترفع سيفك. بعض الصحابة فسروها بأنك حتى لو كنت في بيتك ودخل عليك أهل الفتنة فلا تدافع عنك، لكن ثمة إذا جمعت النصوص آخر لا تدافع أحمد عنه. إذا جمعت النصوص نصوص الفتن، ثمة من يقول بأن هذه حديث دق السيف والاعتزال هذه عندما يغيب الحق كلية بعد الخلفاء الراشدين بعد الإمام المهدي وليس في هذا الزمن الذي الحق فيه واضح. يعني أنا كما قلت لك أخي الكريم، مدام بعض السلف فسرها على أيامهم فهم أدق منا بالتفسير والفهم، وهذا رأي جماعة من المسلمين. نعم. فأنا إذن أرى أنه ينطبق على ذاك الزمن. أما ما بعد المهدي فمن تقصد؟ يعني هل تقصد فتن المسيح الدجال مثلاً؟ ما بعد المهدي غالبا لن يكون هناك معارك أصلا، يعني هناك فقط عيسى عليه في هذا الوقت. نعم أنت تفضلت وذكرت بأنه على المسلم الآن إذا التبس عليه الأمر أن يعتزل، هذا واجبه، وماذا أيضا؟ قبل المهدي. نعم، إذا كانت هناك فتن قبل المهدي كما نعيش نحن في هذه الأيام، إذا صار التباس مثلا في سوريا الآن، إذا التبس أو يعني لما كانت هناك معارك قبل بضع سنوات، إذا لم تكن هناك راية واضحة لدى المسلم، لم يكن يعرف أين الحق، إذا كان يرى مثلا في جيش النظام هناك مسلمين يقاتلون، لم يكن لديه العلم الكافي يفصل. أنا لا أطالب أن يحمل السلاح لا مع هذا ولا مع ذاك. طيب، هذا موضوع يعني لا أريد أن أخوض الآن بتفاصيله، الأصل أن يعتزل. طيب. أستاذ أحمد أرجو المعذرة عن المقاطعة، بقي معي دقيقة من الوقت وأعتذر عن المقاطعة، أدركنا بسرعة. هل يمكن أن تشكل أحاديث الفتن بدقيقة من فضلك قاعدة لاستشراف المستقبل الإسلامي؟ أكيد 100%. ايضا يعني كما قلنا، اولا يجب ان هذا يرفع من معنوياتنا، لانه كما قلنا قبل المهدي ستكون خلافه، فنستعد لهذه الخلافه، نعمل لاستعادتها، هذا جزء مهم بدل ان يكون مثبطا لهمتنا. الاستشراف هذا كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام وما بعده، يعني اسماء بنت ابي بكر لما دخل عليها الحجاج قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام حدث انه سيكون في ثقيف مبير وكذاب، وما اراك الا هذا المبير، لانه الكذاب كان قد خرج انتصار الثقل. فاذا بعض التنزيلات اذا كانت يعني واقعة بشكل صحيح يمكن أن تستشرف منها وأن تعرف بالضبط إذا كان هذا الشخص هو الذي ينطبق عليه فتحضر أشكرك. منه أو تبايعه أو تقوم معه أو تمتنع، فهذه كلها لديها نعم. قدرة على الاستشراف وتحدد لنا أيضا يعني السلوك الصحيح الذي يجب أن نكون عليه. كلام بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم أستاذ أحمد دعدوش في ختام هذه الحلقة، الباحث الإسلامي والمشرف على موقع السبيل، شكرا لكم مشاهدينا الفاضلين، في حراسة الله.